السلام عليكم، أنا دكتور جورج عيسى، استشاري أمراض وجراحة الأذن أنف حنجرة رأس عنق وجراحتها، أكثر من 20 سنة خبرة في مجالي، أخذت الماستر من سوريا، حائز على شهادة فخ أرس الألمانية من مشافي هانوفر الجامعية في ألمانيا، انضممت حديثا إلى مشفى الدكتور سليمان الحبيب في دبي، مجال اختصاصي كل ما يتعلق بأمراض الأذن والأنف والحنجرة، أمراض التحسسية، جراحة الجيوب بالمناظير، جراحات الكلاسيكية في الطبع، لوزتين، لحميات، كتل العنق، أمراض الغدد اللعابية، أمراض التحسسية في الطبع، أمراض التوازن والدوخة. يسعدني ويشرفني مساعدتكم دوما، وأنا حاضر في أي وقت لخدمتكم. شكراً.